مرحب بحضراتكم من جديد. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه مستمرة ذروة الموجة الحارة. الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، وبالليل هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. خلونا نعرف بقى تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضراتكم واهلا بكل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني احكي لنا كده اخبار الجو ايه النهارده، يعني في حر شديد بقاله كام يوم، النهارده هنتوقع ايه من درجات الحراره؟ بالفعل اليوم هيكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه كمان عن الايام الماضيه. يمكن احنا بدانا ذروه ارتفاع قيم درجات الحراره من امس، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية خلال فترة النهار. اليوم متوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية بارتفاع درجتين عن أمس، فبالتالي الأجواء شديدة الحرارة لسه بتأثر علينا في معظم محافظات الجمهورية، لأننا احنا بنتأثر بوجود كتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. الكتل دي مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، بالإضافة كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بيعمل على ارتفاع قيم درجات الحرارة، وكمان زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، حبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض. العوامل دي كلها بتساعد على إحساسنا بالأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار في أغلب محافظات الجمهورية. المناطق الجنوبية طبعا بتكون أعلى في قيم درجات الحرارة، هي بتتراوح ما بين 47 إلى 48 عظمى فترة النهار على المناطق الجنوبية الموجودة في جنوب الصعيد. فترة الليل مع غياب أشعة الشمس أكيد هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن كمان قيمة درجة الحرارة الصغرى مرتفعة عن المعدلات الطبيعية اللي بتتراوح ما بين 28 إلى 29 صغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى، فبالتالي أجواء فترة الليل أيضا هي أجواء مائلة للحرارة في معظم المحافظات، لأن كمان بدأت نسب الرطوبة تزيد في الجو. وجود نسب رطوبة في الجو يخليني أحس بقيم درجات حرارة أعلى كمان من قيم درجات الحرارة اللي احنا بنقولها، وعظمة الرطوبة دايما بتكون فترة الليل طبعا، فنسب الرطوبة بترتفع بشكل كبير فترة الليل، فده بيخلينا نحس أكثر بارتفاع قيم درجات الحرارة فترة الليل. في بعض الأماكن هيكون فيها نشاط للرياح، نشاط الرياح ده قد يساعد بعض الشيء على إحساسنا بقيم درجات حرارة أقل فترات المساء ساعات الليل، لكن هو مش مؤثر بالشكل الكبير لأن سرعات الرياح تتراوح ما بين 30 إلى 35 كيلو متر على الساعة في بعض الأماكن والأماكن الأخرى لا. بكرة كمان متوقع استمرار ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة، يعني احنا بكرة لسه مكملين في الارتفاعات الملحوظة في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، وعظمى على القاهرة الكبرى أيضا متوقع أن هي تسجل 43 درجة مئوية خلال فترة النهار. مع أول أيام عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، هيكون في انخفاض قيم درجات الحرارة، هو انخفاضات طفيفة في معدل من 3 إلى 4 درجات، وتنخفض العظمى على القاهرة الكبرى مقارنة طبعا بالسبت إلى 38 إلى 39 درجة مئوية، مع يوم الاثنين والثلاث ترجع ثاني ل 37 و 38 درجة مئوية. رغم الانخفاضات هيظل إحساسي بالطقس خلال فترة النهار في فترة العيد إن شاء الله الطقس شديد الحرارة. كل قيم درجات الحرارة اللي أنا بقولها مع حضراتكم هي قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل. المواطن لو تعرض لأشعة شمس هيحس بقيم درجات حرارة أعلى، فعشان كده إحنا بنأكد النهاردة وبكرة خاصة لأن في ارتفاعات ملحوظة بشكل كبير في قيم درجات الحرارة، حتى كمان في فترة العيد لو احنا حابين نخرج لازم نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهيرة من الساعة تقريبا 12 الظهر لحد الساعة 4-5 العصر. الفترة دي شدة الإشعاع الشمسي عالية بشكل كبير، وبنسجل قيمة درجة الحرارة العظمى في الوقت ده، فلو أنا اضطريت أبقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للرأس يحميني من أشعة الشمس بشكل مباشر، شمسية أو كاب. عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترات طويلة مهم جدا، أغير درجة حرارة جسمي باستمرار. مهم كمان إن أنا أتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وأهمهم طبعا المية. الملابس بقدر الإمكان تكون قطنية الفضفاضة فاتحة اللون. عدم ترك أي مواد قابلة للإشتعال، مواد مضغوطة في السيارات لو العربية تتسابق هتبقى مركونة تحت أشعة الشمس. ولو أقدر كمان أبقى موجود في أماكن جيدة التهوية، ده بيساعد بعض الشيء إن أنا أحس بقيم درجات حرارة أقل ونسب رطوبة أقل. ناخد احتياطاتنا بقدر الإمكان عشان ما نتأثرش بالارتفاعات المستمرة في قيم درجات الحرارة، لأن ده ممكن يأثر، لأن احنا عندنا الأمواج بدأت تكون أمواج متتالية بشكل كبير، موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة
كمان الارتفاع مش بيكون بس فتره النهار، هنلاقي كمان فترات الليل حاسين بالارتفاع، فناخد بس احتياطاتنا بقدر الامكان ونتبع التعليمات ونستمتع بالاجواء في كافه المحافظات. خلينا ناكد ان كمان في اعتدال في سرعات الرياح على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر، البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط مع فتره العيد ان شاء الله هتكون هي الاقل في قيم درجات الحراره، وهتتراوح عظمى فتره النهار ما بين 30 الى 31 درجه مئويه، فبالتالي نقدر نستمتع بالاجواء، لكن برضو فتره الظهيره ناخد بالنا منها ومن التعرض المباشر لاشعه الشمس. يعني المحافظات الساحليه هي دي اللي هتتمتع بانخفاض درجات الحراره، يعني دي اللي هيروح الاسكندريه او الساحل دول تمام مفيش مشكله معاهم. بالفعل الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، مطروح، الاسكندريه، العالمين، كمان بلطيم ودمياط، بورسعيد، رفح، العريش، المناطق دي كلها درجات الحراره فيها خلال فتره النهار فتره العيد من يوم الاحد وحتى نهايه الاسبوع ان شاء الله متوسط درجه الحراره العظمى فتره النهار ما بين 30 الى 31 درجه مئويه، حتى لو نسب الرطوبه هناك بتكون مرتفعه لان بسبب قربها من البحر المتوسط، لكن ايضا حتى مع وجود نسب رطوبه هيحسها لو تكون 33 درجه مئويه فهي الاقل في قيم درجات الحراره في محافظات الجمهوريه كلها، لانها هتتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه بشكل كبير فهيؤدي لانخفاض قيم درجات الحراره عليها في فتره العيد، وكمان منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فنستمتع بالاجواء لو احنا هنروح الاماكن الساحليه، لكن برضه فتره الظهيره ما نقولش ان في انخفاض في قيم درجات الحراره فنتعرض لاشعه الشمس بشكل كبير، فترات الظهيره ناخد بالنا لو احنا هنخرج نبقى على الاماكن الساحليه نبقى تحت الشمسيات حتى فتره الظهيره. على كل حال دي موجه حاره مش مستمره ان شاء الله معانا كتير، شكرا ليكي دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا دلوقتي خلونا نتابع مع بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده ونبتدي بالقاهره العظمى 43 الصغرى 28، العاصمه الاداريه العظمى 43 الصغرى 27، الاسكندريه العظمى 36 الصغرى 24، العلمين 35 24، مطروح 36 23، دمياط 35 25، بورسعيد 34 26، الإسماعيلية هتبقى 44 27، السويس هتكون 44 27، العريش 35 23، سانت كاترين هتبقى 35 17، طابة 41 27، حلايب 36 28، شلاتين 40 29، شرم الشيخ هتكون 44 العظمى الصغرى هتبقى 31، الغردقة هتكون 43 العظمى الصغرى هتبقى 30، الفيوم هتكون 44 27، بني سويف 44 27، الوادي الجديد 44 28، أسيوط هتكون 45 28، سوهاج 46 29، هنا هتكون كمان 47 30، الأقصر هتكون 47 30، أسوان 48 والصغرى هتبقى 31. دي كانت درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات المصرية.